مرحبا، كيفكم؟ كثير منا حابب يدخل بعالم الأردوينو الغني عن التعريف، بس ما حابب يتعلم لغة السي أردوينو وعنده معرفة بالبايثون. اليوم راح نبرمج الأردوينو بلغة البايثون عن طريق شيء اسمه الستاندرد فرماتا. شو هي الستاندرد فرماتا؟ هي عبارة عن مكتبة أو لايبراري بتخلي الأردوينو يتواصل مع الكمبيوتر عن طريق بروتوكول الفرماتا وليس عن طريق السيريال، يلي هو يعني هو البروتوكول للتواصل مع المايكرو كنترولرز من عن طريق سوفت وير او موبايل او جهاز تابلت الى اخره. فرماتا مشكله بطريقه ال MIDI مسج. ما كثير بدنا ندخل بالتفاصيل، بس لازم كمان ننوه انه الفرماتا بروتوكول موجود بعده لغات، يعني في لايبراريز للفرماتا بعده لغات مثل جافا سكريبت، مثل جافا، دارت، روبي الى اخره. غالبا النسخ المحدثة من الأردوينو اي دي اي موجودة فيها الفرماتة. إذا ما كانت موجودة عندك لازم تحملها، يعني أنا هلأ موجودة عندي الفايل examples، شوفوا فرماتة. إذا ما أنا موجودة ما لقيتها تفوت على السكتش include library manage libraries وبتعمل لها download، بعمل من هون search فرماتة، شوفوا installed. طيب نحن بدنا نعمل مشروع بهذا الدرس سريع، يكون رح نعمل blinking ليد، ليد بيشعل وبيطفي. الخطوة الأولى يلي لازم نعملها الضرورية جدا إنه لازم نهيئ لاستخدام الأردوينو بخطوة بسيطة. بنحط الكابل اليو اس بي مع الأردوينو بنوصله باللابتوب، هاي أول خطوة. بعدين بنفوت على الفايل examples وفرماتا ستاندرد فرماتا، هي ضرورية جدا. و عملوا ران، ما شو الكود ما شو بدكم فيه، عملوا ران بس done uploading. وضروري تحفظوا انتو بأي بورت موجود موصول فيه الأردوين. أنا عندي بالماك هيدا هو، انتو إذا حد عنده ويندوز بيكون كوم سي أو إم ورقم. فهذه الخطوة الوحيدة اللي بيلزمنا فيها الأردوينو، فيكم تسكروا الأردوينو وهو بيلزمنا. والخطوة المهمة كمان إنه تعملوا unplug للأردوينو أو تشيلوا الأردوينو من الـ USB، شيلوا ورجعوا حطوا، وهيك صار الأردوينو تبعنا جاهز لأنه نبرمجه عن طريق البايثون. طيب مثل ما قلنا بدنا نعمل blinking LED، LED بيشعل ويطفي كل ثانية مثلا، فعن طريق البايثون. أول شي لازم نعمله ضروري كمان بالبايثون إنه نعمل نحمل الـ Py Fermata Library عن طريق الـ pip install pyfermata. حطوا انتر، انا منزلها يعني already، بس هي الطريقة اللي نزلوها عن طريق الـ pip والـ pip. فالدار كتير كتير simple، هي عبارة عن LED و resistor او مقاومة والأردوينو وواصل واير على الديجيتال 8 و والأذر سايد تبع الكاثود بالليد على الجي ان دي. اوكي خلونا نبلش نعمل كودينج from py fermata import arduino ال a capital، وبدنا نعمل delay او timing، فبدنا نعمل import ال time library هون. if طبعا هي انا شارحها ليش مستخدمة، اذا ما كنتم حضرانينه تأكدوا انه تحضروا الحلقة مشروحة بطريقة جميلة. هلا بدنا نعرف البورت الموجود في موصول في الأردوينو. أنا موجود عندي موصول عندي بالبورت FT131، فأنتوا على حسب بورت الموصول في الأردوينو بتحطوه هون. بعد ما يتصل نحط جملة مثل communication هون. بدنا الأردوينو مثل void loop أو الحلقة اللانهائية، هون الحلقة اللانهائية بالبايثون هي while true، لأنه أنا ما بدي يعمل blinking مرة واحدة، بدي الثانية يشعل الثانية يطفي، الثانية يشعل الثانية يطفي forever. الكوماند تبع الرايتنج للديجيتال pins بالأردوينو هو board digital، هون بحط رقم البن يلي واصل عليه الليد مثل ما شفتوا بالدارة رقم 9 بالبن number 9. حط له رايت 1 يعني بدي اياه هاي، يعني ابعد 5 فولت. طيب هون شعل الليد، بدي اياه يشعل مثل ما قلت لكم لمده ثانيه تو سليب
1 سكند، بعدين نفس الشيء هي بعمل لك كوبي، بدي يطفي كمان لمدة ثانية. فعليا هيدا هو الكود. هون اعطيني بورد، انا كاتب بورد غلط، خليني بس جرب. انا ماني واصل الدرق الصفر، راح اعمل على البيلد ان ليد الموجود بالاردوينو اللي هو رقم 13. حطوني باك سلاش، اوكي عم رن، المفروض يعطي كوميونيكيشن ستارتد، والليد البيلت ان ليد بلش يشعل عندي. طيب خليني هلا انا وصل الدارة مثل ما تكون على 9. اوكي هذا الاردوينو مثل ما تكون ليد وريزستور وتو ويرز، كتير سمبل. نمبر 9 بين نمبر 9 رايح على الريزستور، ريزستور على الليد، الليد على الجي ان دي. خلونا نجرب نعمل ران. تمام كتب communication started، وشوفوا الليد كيف بلش يشتغل، ثاني ايه وثاني لا، on off. اوكي هذا هو درسنا اليوم، ان شاء الله راح كفي باجزاء ثانية، كفي برمج الاردوينو عن طريق البايثون لمشاريع اسا اكبر واعقد من هذا، هي بس كان بداية حتى تتعرفوا شو هي الفيرمات وكيف فينا نستخدمها. ما تنسونا من دعمكم، وشكرا، والسلام عليكم.